تظهر وبان. عليك الأمان، تعلم اليابان وهديك شوكولاتة والبان. الو، ها مين انت؟ حجة سكينة، ايه عامله؟ طب يا ابوي انا مش قلت لك هاتي لي طلبات وتعالي وانا هطلق لك مرت ولدك دي ليوم السبت؟ يوم السبت بعد اذان العصر هتقول كارها جوزها وكارها البيت. لا، في شوية حاجات هقول لك عليها تعامليها. لا هاتي لي تحجيبتها، هاتي لي التحجيبة بتاعتها، بس يكون لابساها لها 3 ايام، ولو فردة شراب يعني يكون فيها ريحة كده. مش بتلبس شرابات رجلها مشققة؟ ما رجلها مشققة ولدك بيحبها الحب ده كله؟ لا هنطفشها لك بإذن الله. خلاص تعالي لي يوم الجمعة بعد أذان العصر وهاتي الطلبات معاك. ماشي يا حج، ماشي. يخرب بيتك وبيت مرت ولدك، دي عملنا لها 100 حاجة ما عايزة تطفش من البيت، ليه مال يعني ماخذها محمد منير؟ يا شيخ ضوي، بيت انا عبد ناصر يا شيخ ضوي. اهلا اهلا اهلا، تعال من هنا، تعال من هنا. هي عملت لي حاجة يا شيخ ضوي؟ ها؟ هي عملت لي في اللي قلت لك عليها. أنا شغال لك، أمال شغال لمين أنا؟ أيوة، عشان جاري اللي في الزرع ديتي نهار كله مخرب علي يا حاج ضوي، يا شيخ ضوي. ما أنا مخرب عليك، ما أنا قلت لك هتلف لك أمله. اسمه مين هو؟ اسمه شلبي. شلبي. أمه اسمها مين؟ أمه اسمها شلبية. شلبي بيخرب عليك في الزرع ده؟ ايوه، ده ما مخليش ينهار كله يدعك في القصب وحش في البرسيم. ما مخليش لي حاجه خالص. واحترت معاه، لكن دلوني قالوا لي ما حدش اللي حيقطع لك رجله ومش حيخليه يخرب عليك غير الشيخ الضوي. ده انا هقطع لك رجله، ده انا هقطع لك نبر ومن الحياه خالص. بس انت عارف يا حاج عبد ناصر، انا يعني الشغل اللوكال الايجيبشن ده بطلته، لولا ما انت غالي علي انا ما اشتغلش. ليه؟ لان انا شغال انترناشونال. جيت دولي على كمال يا شيخ ضوي. لانه خلي بالك الجن اللي بحضره، الجن المصري اللي بحضره بيتأمر بيتنك، فبستعين ضلك من اليابان ومن روسيا. ما شايفش البخور احمر؟ ايوه يا شيخ ضوي. فانا باذن الله هخلي جن ياباني هو اللي يطفش لك شلبي واد شلبي. ايوه. ده من الشفريق يا شيخ ضوي. لسه دلوقتي واحده اجنبيه قال عايزه تتجوز واحد وابوها مش راضي، جابت لي كسكتة ابوها عشان اعمل لها عليها حاجه. مكذبني انت صح؟ لا ابدا برضو. لو كذبتني يا عبد ناصر ولا قلت علي حاجة هقطع شلقك ونويتك مع شلبي. لا 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 برضه يا شيخ. لسه قابض بالدولار عشان تقول خالي برضه ياك، لا يكون بيكذب علي. ايه ده؟ ايوه يا شيخ. مش دولارات؟ دولارات دي عملة صعبة يا شيخ ضوي. صح. امال ايه؟ وانت هتدفع بالعملة الصعبة برضه، هتروح تبدل في البنك وتجيب لي عملة صعبة؟ انا حسابي دولار. البخور ده باجي من المغرب. ايوه، بس أهم حاجة تبعد شلبي بعيد من زرعي. شلبي؟ انا شلبي هقطع لك خبره خالص. جبت لي ريحته؟ ايوه جبت لك سرواله، بس اهم حاجه السروال يكون لي اسبوع ما قلحوش. لا اطمن يا شيخ ضوي. ده يمكن له سنه ونص ما قلحوش. تمام، كل ما يكون المده اطول كل ما هقطع لك خبره اسرع. ايوه، ده من العيد للعيد انه بيغير سروال شلبي ده. اياه.
احضر 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 يا ابو سروال، لقوم عليك العيال. ريحة السروال يا حق عبد ناصر مغطي على ريحة البخور، مش جن مش عايز يظهر. مش لي سنة ونص بقول لك ما قلحوش. ايوه اه ايوه شلبي واد شلبي اه ايوه شميت ريحته اه ريحته وحشه معلش عشان ده سروال اه تمام يا حاج. بص يا حاج عبد ناصر. ايوه يا شيخ دول. الحل في شلبي ده انا هعمل لك حاجه على سرواله بالاسهال. ايوه ليه بالاسهال؟ كل ما هيعوز يروح الزرع بتاعك بطنه هتقوم عليها يسهل، هيرجع يقعد وين؟ يقعد في البيت. عداني العيب. ايوه حقه. شلبي يا ابو العيال هتعيش طول عمرك تاخد انتينال، ده كله مكتوب. هتدفع 5000 جنيه يا حاج عبد الناصر. ادفع ادفع. هتحولها لي عمله صعبه. حاضر. ليه ال 5000 دي انت هتدفعها لي انا، هو هيدفعها انتينال وانتوسيد، مش هيبطل الاسهال منه. كل ما هيفكر يروح الزرع بتاعك يخرب فيه هيشتغل. تمام. أيوة. يعني هيقضيها بومبرز طول عمره. تمام خليه. ايوه حق عبد ناصر. ايوه حب. ايوه شيخ، هتلف لي السروال ده في قالب احمر. ايوه يكون انت اول واحد تلمسه. تمام. وهتروح اقرب مقبره مقابر وقدام قبر وتروح دفن لي السروال ده بالطوبه. تاني يوم هيسهل شلبي. اروح به المقابر؟ ايوه. كي يا شيخ دواي؟ امال امالها تروح بيه الملاهي؟ يا ابوي ده المقابر لها حرمه، الميت ده ليه حرمه، كي ادفن حاجه في المقابر ده شغل كفر والعياذ بالله. ما انت عن شغل كفر، ما انت جاي نادي الاهلي، مش عارف جايين انا وانا شغلي كله مقابر؟ ده يدعك الزرع كله وغور في 60000 داهيه يا شيخ ضوي، ولا عملش العمل ده انا. ازاي؟ مال انت جاي تعمل له عمل بتمشخ علي دلوقتي؟ طيب برضو ما لقيش الا غير اروح المقابر بتاعت المسلمين اللي الميت ليه حرمه فيها بيبقى طاهر، اروح ادفن له عمل؟ لا 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 انا مش عايز كده. خد مش عايز ايه؟ دقيقه. لا لا مش عايز. طب والفلوس البخور؟ ماليش دعوه انا. مالكش دعوه؟ هخليك انت تسهل. انا ما اجعلش كده الكلام ده، انا لو اجعل كده انك هتقول لي وديه المقابر ما كانش جيتك اصلا. امال ايه؟ امال انت مال جاي كده يعني؟ انت مال ما عرفش يعني انا شغلي كله كيه؟ لا نجعل هتعمل له اي حاجه زي كده انت بطريقتك، لكن تقول لي روح ادفنه في المقابر؟ لا 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 ماليش دعوه بالكلام ده، ده حرام علي. طب انا عايز 35 دولار حق البخور ده. ولا مديكش، لا معي 35 ولا معي 25. طب لا يعني مش هتدفع؟ ايوه. طب لو طول عمرك ما خليتك عايش بالبومبرز. انت راجل نصاب. انا نصاب؟ ايوه انت راجل نصاب. انت قوم من عندي توكل. حاضر. سيب لي بتاع شلبي. سيب سروال الراجل. يعني سرواله اديداس سيبه. سيب. ها؟ سيب يا راجل يا نصاب. انا نصاب؟ ايوه نصاب. طب توكل. وري. حاضر 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 يا عبد ناصر. حاضر يا عبد ناصر لو ما خليتك ما طلعش من الحمام من الاسهال طول عمرك. وعي. ما هي المقابر امال انت ذاك تمشخت علي. تقول لي قال كفر. حاضر حاضر يا عبد ناصر. نبي احضر له هو. سيب شلبي وتعال لعبد ناصر. سيب شلبي وتعال لعبد ناصر. ها بتاع الاسهال مشى. طب هات لي بتاع الامساك اي حاجة. ماشي تعال لعبد ناصر هات له امساك. تعال لعبد ناصر هات له امساك. ها؟ امساك امساك يا ابوي. اي حاجة دلوقتي الودع عشان بيقول لي انت نصاب. حاضر يا عبد الناصر، حاضر اجيب لك ريحته وحاضر. حاضر يا عبد الناصر، انا نصاب.
ما تتمشخ وجاي تأذي الراجل.